معارك بين قوات المعارضة والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي في مدينة البريغا الساحلية. القوات النظامية استخدمت الطيران الجوي لقصف هذه المدينة التي تضم ميناء وأكبر مجمع نفطي في البلاد، إلا أنها لم تنجح في بسط نفوذها. المعارضة أكدت أنها تمكنت بعد اشتباكات مع قوة القذافي من استعادة السيطرة على البريغا الواقعة على بعد 600 كيلومتر شرق طرابلس ونحو 250 كيلومترا غرب بنغازي. المحتجون سيطروا أيضا على مدينة جدابية في الشرق. هذه الاحتجاجات التي تشهدها ليبيا منذ 17 يوما ضد نظام القذافي تسببت في مقتل ما يزيد عن 6000 شخص حسب أرقام الرابطة الليبية لحقوق الإنسان. المعارضة الليبية دعت المجموعة الدولية إلى التدخل وقصف مواقع المرتزقة التي تعمل لصالح القذافي، إلا أن الأمم المتحدة لم تقرر بعد إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا.